للمزيد من التفاصيل والتحليل والمتابعة ينضم إلينا من القاهرة عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. مرحبا بك أستاذ عثمان معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. في مستجدات ويبدو أن هنالك اختلاف بالمشهد السوداني في دارفور تحديدا؟ نعم، يعني هناك طبعا كانت هناك ادعاءات من قوات الدعم السريبي للاستيلاء على ولاية وسط دارفور، وكذب الجيش هذه الادعاءات لأن قوات الجيش السوداني لا تزال موجودة في هذه الولاية، بل في عاصمة هذه الولاية مدينة زالنجيه. صحيح هناك كر وفر بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وحدث أكثر من مرة أن ادعت قوات الدعم السريع أنها تسيطر على هذه الولاية، ولكن هذه الأخبار الآن ثبت أنها غير صحيحة وأن الجيش لا يزال يسيطر على ولاية وسط دارفور. سوى ذلك أنا أعتقد أن التطور الجديد هو انتشار الجيش بصورة واسعة في مدينة الخرطوم وبالتحديد وسط الخرطوم، وهي مناطق لم تكن في السابق تشهد عمليات عسكرية كثيرة خلال الشهرين الماضيين، باعتبار أن العمليات العسكرية تمددت إلى مناطق أخرى في المدن الثلاث، لكن الآن الجيش يستعيد السيطرة على هذه المناطق في وسط الخرطوم، ويبدو أنها الحملة الأخيرة في الاتجاه نحو استعادة القصر الرئاسي الذي يمثل رمزية السيادة السودانية في الخرطوم. طب ماذا عن القرار الذي صدر عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي أستاذ عثمان؟ يعني يبدو أن بعض القرارات تكون مرافقة لمحطات أو مراحل معينة في المواجهة والصراع، هل يمكن لهذا القرار أن يعكس لنا مرحلة دخل بها هذا الصراع ولا رجعة فيها بتشكيل لجنة يعني حصر ما يحدث من جرائم حرب وانتهاكات والمعاقبة والمحاسبة داخليا وخارجيا؟ لماذا هذا المنح وهذا القرار الآن؟ في تقدير أن القرار تأخر، يعني هو أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي، لكنه تأخر، كان يفترض أن يصدر مثل هذا القرار منذ الأيام الأولى للحرب، لأن الضرر على المواطنين وعلى المنشآت العامة كان كبيرا للغاية. لم يحدث في تاريخ السودان هذا الدمار والأرواح التي أهدرت داخل العاصمة والجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين، هذه كلها كان يجب أن توضع في سياق قانوني، يعني لا يمكن أن تظل فقط مجرد أخبار في الإعلام أو تراشقات بين السياسيين، لابد أن توضع في مسار قانوني يحاسب ويحدد من فعل ماذا. والآن هذه اللجنة أعتقد حسب القرار الصدر من رئيس مجلس السيادة مكلفة بالنظر في كل الجرائم التي شملت قطاعات واسعة من المواطنين الذين طردوا من بيوتهم أو الذين قتل أحبابهم وأهلهم، أو حتى المنشآت العامة التي تعرضت للتخريب وكانت دائما تحت مدى أو تحت القصف المدفعي من جانب قوات الدعم السريع. هذه القضايا الآن ستصبح قضايا قانونية وليس سياسية، بمعنى أنها غير مشمولة في التسوية السياسية أو في أي مفاوضات سياسية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لأنها ستتخذ المسار القانوني خاصة التي ترتبط بالحق الخاص، يعني قضايا التي ترتبط بالحق الخاص للمواطن صحيح وتمس مواطنين بعينهم، هذه لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن للحكومة أن تعفو أي طرف عنها لأنها قضايا تخص المواطن. ففي تقدير هذه اللجنة الآن سيكون أمامها عمل كبير للغاية، وهذا العمل يجب أن يبدأ الآن لأنه يحتاج إلى زمن ويحتاج إلى كثير من الجهد والمثابرة. أستاذ عثمان، بعد هذا الزمن والمعروف بالحروب والصراعات والمواجهات أنها بشكل أو بآخر لن تفضي إلا إلى الجلوس إلى طاولة وتقاسم ما حدث في هذه الحرب أو هذه المواجهة، هل لا زال اليوم الباب مواربا أم أنه تم إغلاقه نهائيا؟ وما هي آفاق اليوم بالجلوس على موضوع التسوية أو التفاهم أو التفاوض السياسي؟ هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بتسوية سياسية واتفاق سلام، لأن أي انتصار عسكري سيكون محدود في العاصمة وحدها، هناك كثير من المناطق الأخرى التي تحتاج إلى معالجة خاصة ولاية دارفور الخمس. هذه الولايات هي أيضا تعاني مثل الخرطوم، وإذا انتهت الحرب بالنصر عسكري في الخرطوم هذا سيعني نقل الصراع والحرب مرة أخرى إلى هذه الولايات، وربما يهدد ذلك مستقبل وجود دارفور ضمن الخارطة السودانية. من الأفضل أن تنتهي بالتسوية السياسية، وأنا أعتقد الآن صحيح المسارات توقفت قليلا المسارات السياسية،
لكن هناك أمل الآن في استعادة مسارين، مسار الدول الجوار الذي تتبناه مصر، والذي ستجتمع الآلية الوزارية التي تشكلت وفق هذا المسار، ستجتمع خلال اليومين القادمين في تشاد، وتحدد خارطة طريق للتعامل مع القضية السودانية. غالبا ستبدأ أيضا بحوار بين الأطراف السودانية. ومسار آخر في جدة هو أيضا الآن متعطل، لكن كان خلال الأيام الماضية كان هناك مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين. شكرا الأستاذ عثمان مرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، كنت معنا مباشرة من القاهرة. شكرا لك.